أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى آخر العام الحالي مخاوف قوى سياسية ومنظمات حقوقية من استخدام أحكام القانون للتضييق على الحقوق والحريات وتصفية خصوم السلطة. وتمنح حالة الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائية واسعة دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. يذكر أن حالة الطوارئ مفروضة في البلاد بعد الهجوم الإرهابي الذي قتل فيه 12 شخصا من الأمن الرئاسي في عام 2015. قرار الرئيس قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ لمدة عام كامل يعيد الجدل حول أحكام الطوارئ في البلاد إلى الواجهة من جديد في ظل ظرف سياسي عاصف بعد تواصل اعتقال عشرات من قيادات المعارضة بتهم التآمر على أمن الدولة. قرار تمديد حالة الطوارئ أرجعه مراقبون إلى طبيعة الوضع السياسي والأمني الاستثنائي الذي تعيشه البلاد. تمديد حالة الطوارئ هو قرار ذو بعد أمني بالأساس، لكن في هذه الفترة لا يخلو من أبعاد سياسية نظرا لتطبيق ربما الإقامة الجبرية على العديد من المعارضين السياسيين في تونس وفقا لقانون حالة الطوارئ. لكن لا يخفى على أحد أن تونس ما زالت تعاني الكثير من التهديدات الأمنية على غرار الهجرة غير النظامية. اليوم في تونس يتواجد آلاف المهاجرين غير النظاميين، وكذلك التهديدات الإرهابية ما زالت متواصلة. أحكام حالة الطوارئ تعود لقانون صدر عام 1978 تتيح لوزير الداخلية صلاحيات وضع أشخاص في السجن أو في الإقامة الجبرية دون محاكمة ومنع الاجتماعات وإلغاء حق التظاهر وفرض حظر الجولان، إجراءات تعارضها منظمات وأحزاب تعتبر أن السلطة الحالية توظف قانون الطوارئ لتصفية خصومها. لا تخفي قوى سياسية وحقوقية عدة في البلاد مخاوفها من تواصل فرض أحكام الطوارئ في البلاد في ظل اتهامات مباشرة موجهة إلى السلطة باعتمادها للتضييق على الحقوق والحريات. المنظمات الحقوقية تقول غير دستوري، ورغم أنه غير دستوري لا يخفى تطبيقه كما ينص هو على نفسه، لأنه هو يعني تصحبه الكثير من الإجراءات التي تحترم الحريات. يعني عندما ننص على قانون الطوارئ نعلم الشخص بشكل مكتوب، هذا غير موجود في الإجراءات هذه، يا حتى إمكانية أنا نطعن فيها من المحكمة الإدارية، وهذا سهل معناه بإيقاف تنفيذ الإقامة الجبرية معناه يقع إعلامه بمكتوب، هذا غير موجود. ورغم تواصل فرض أحكام حالة الطوارئ في البلاد بشكل شبه متواصل منذ ثورة يناير عام 2011 تبقى جل أحكام هذه الحالة غير مطبقة بالنظر إلى الضغط الشديد الذي تمارسه قوى سياسية وحقوقية تدعو إلى احترام مساحة الحقوق والحريات. توفيق عائشة، الحرة، تونس. للنقاش معنا من تونس عمر السفاوي عضو جبهة الخلاص المعارضة، ولاحقا سيكون معنا أيضا من المقرر أن يكون الحقوقي والمحلل السياسي جمال مارسي لأن يكون جاهزا وينضم إلينا. أهلا بك معي أستاذ عمر. برأيك ما هي دواعي هذا القرار الرئاسي بتمديد حالة الطوارئ مدة عام؟ قبل ذلك كان هناك نقاش على أن يكون تمديد لحالة الطوارئ إلى آخر شهر يناير الجاري، ولكن تغير الموقف ومدد لطيلة هذا العام. برأيك هل هذا الإجراء كمدة إجراء دستوري وقانوني، وما دواعيه برأيك؟ أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وتحية إلى مشاهديكم ومشاهداتكم. المشكل أنه كما جاء في مقدمة هذا في التقرير الذي سبق هذا العرض أنه كانت هناك حالة طوارئ، قانون الطوارئ يسري منذ العملية الإرهابية التي وقعت 2015 أعضاء الأمن الرئاسي. المشكل أنه كانت هناك عملية ديمقراطية، أنه هناك ثقة متبادلة حد أدنى من الثقة في عدم استعمال القانون، هذا القانون بما يتعارض مع المعايير الدستورية وما يتعارض مع الحريات والضمانات المخولة التي تحمي الحريات والحقوق. المشكل الآن أنه نحن في وضع هذه الثقة غير موجودة. هناك كما تعرفون أنه رجوع عن المسار الديمقراطي والإطاحة بدستور 2014 الديمقراطي وإعلان حالة الاستثناء يوم 25 جويلية، ثم تبع ذلك
إصدار دستور جديد وأصبحت السلطة كلها في يد رئيس الجمهورية، وأصبحت ليست هناك ثقة، ليس هناك استقرار على المستوى السياسي، هناك تراجع في المسار الديمقراطي، والتمديد لكل هذه المدة لمدة سنة كاملة في سنة يفترض أن تجرى فيها الانتخابات الرئاسية، يبدو أن السلطة توجهت إلى حسم المسألة حتى لا يقع نقاش، نمدد لمدة شهر أو شهرين ثم نعيد النقاش من جديد حول المدة، حسمت الأمر ومدت لمدة سنة كاملة في سنة انتخابية. أنه حتى هنا ماذا نفهم من هذه الرسالة؟ هذا التمديد وهذا الإعلان، ما الذي يمكن أن نفهمه منه؟ المشكل ليس في القانون كتقنية لحماية أمن البلاد، هذا ليست كتقنية إذا طبقت في مجال حماية الأمن من الإرهاب وما إلى ذلك، ولكن عندما في هذا الوضع وهذه البيئة السياسية غير المستقرة هناك تخوف كبير من أن يستعمل هذا القانون لمزيد التضييق على الحريات السياسية، خاصة وأنه كما تعلمون أنه هذا القانون استعمل لإغلاق مثلا مقر حزب حركة تونس الإرادة بتعلة أنه في شهر مارس الماضي، بتعلة أنه يأوي اجتماعات جبهة الخلاص الوطني، وبقي إلى حد اليوم هذا المقر مغلق، كما مقر الرئيسي لحزب حركة تونس الإرادة مغلق إلى يوم وهو معطل عن العمل. إذن التخوفات وجيهة ومبررة، وهذا كيف سينعكس على الانتخابات المقبلة المنتظرة خلال هذا العام؟ لدينا استحقاقات مهمة في تونس، أصلا هناك مناخ عدم ثقة، وهناك أن المعارضة لم تحسم أمرها ولم تبدي رأيها في مسألة الانتخابات، وأصلا لا يوجد هناك موعد رسمي لإجراء هذه الانتخابات، ولم يقرر إن كانت ستجرى هذه الانتخابات أم لا وبأي شروط، حتى يمكن للمعارضة أن تأخذ أن تحدد موقفها من هذا الموضوع. أصلا هناك تخوفات كبيرة، يأتي التمديد هذا في حالة الطوارئ في سنة كما قلت هامة جدا على المستوى السياسي، يزيد من الهواجس التي تنتاب المعارضة في علاقتها بالمسار السياسي في البلاد. طيب هذا يزيد من مناخ عدم، يزيد من انتشار مناخ عدم الثقة. طيب هنا اريد العملية السياسية القائمة. طيب يا استاذ عمر، هنا اريد ان اسال، يعني البرلمانات المتعاقبة اليوم ما هو دورها؟ أين دورها في، دعني أقول، وضع أطر أو إطار قانوني لتنظيم إعلان حالة الطوارئ في البلاد؟ لدينا برلمان الآن في تونس، أين دوره في ذلك؟ لا أظن أن البرلمان إلى حد الآن أنه ناجح في لعب دور كسلطة تشريعية. تعرفون أنه هناك تراجع في مستوى التوازن بين السلطات ودور البرلمان كسلطة تشريعية وكسلطة تشريعية في نفس الوقت عندها دور رقابي وعندها دور حمائي للعملية الديمقراطية والعملية السياسية في البلاد. هناك تراجع، هناك رجعنا إلى أنه تكتيل كل السلطة في يد رئيس الجمهورية، وباقي السلطات أصلا حتى في الدستور الجديد لا تسمى سلطة، تسمى وظائف، وهذا في الحقيقة يجعل المؤسسات السياسية المفروض أن تلعب دور أساسي في هذا المجال في هذا المستوى نجدها الآن كأنها غير موجودة حقيقة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عمر السفاوي، عضو جبهة الخلاص المعارضة، كنت معنا من تونس. ينضم إلينا أيضا من تونس عبر الهاتف الحقوقي والمحلل السياسي جمال مارس. أهلا بك معي أستاذ جمال. أسأل نفس السؤال، هل من دواعي فعلا لتجديد حالة الطوارئ في تونس؟ نتحدث كنا عن أن تكون هذه الحالة لمدة شهر لآخر شهر يناير، الآن أصبحت لآخر عام 2024، ما دواعي هذا التجديد برأيك؟ وهل هذه المدة قانونية وفقا للدستور؟ مساء الخير، تحية لكم وإلى كافة مشاهدي قناة الحرة. أهلا بك. نعم، المسألة انطلقت منذ الاعتداء على حفلة الأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015، وليست جديدة وليست مستحدثة. من الناحية القانونية والإجرائية وعلى مستوى النصوص التي تنظم عملية إعلان حالة الطوارئ، يتم الإعلان لمدة شهر ويقع التمديد لمدة غير محددة، يعني وهذه المسألة ليست جديدة، حتى في السنة الفارطة
تم الإعلان لمدة شهر وثم وقع التمديد من 15 فبراير. ولكن أليس الرئيس التونسي قيس سعيد كان من المعارضين لهذا الأمر قبل أن يكون رئيسا لتونس؟ قال في كلمة سابقة وجهها للتونسيين إن حالة إعلان الطوارئ مثل الذي يقبض على الجمر في البلاد ولا تأتي إلا لدوافع أمنية بالأساس. ما هو الوضع الأمني الآن في تونس حتى يتم إعلان هذا الإعلان الرئاسي لنهاية عام 2024 في سنة حساسة للتونسيين؟ لدينا انتخابات واستحقاقات مهمة في البلاد. نعم، رئيس الجمهورية تصله التقارير الأمنية واستقارير الاستعلامات العسكرية يوميا، هو الأدرى بوضعية البلاد، هو الأدرى بحالة البلاد، هو الأدرى بالمخاطر المحدقة بأمن المواطن التونسي. فحسب صلاحياته كرئيس الجمهورية حامي النظام العام ورئيس المؤسسة العسكرية و قائد على القوات المسلحة ومسؤول على حماية التراب الوطني، رأى من الضرورة أن يمدد إلى نهاية السنة. هذا لا يمنع أنا كحقوقي أن أعتبر أن هذه السنة انتخابية، وضيفكم تحدث منذ قليل عن عدم جدية الانتخابات أو عدم وجودها أو عدم، هذا غير صحيح. منذ يومين رئيس الهيئة العليا للانتخابات أقر وأكد أنه كرئيس هيئة عليا للانتخابات أن الانتخابات ستقع بين سبتمبر ونوفمبر بالقانون، ولا يمكن تأخيره عن هذا التاريخ. وكذلك أن الشروط الترشح موجودة، أن المسألة الإجرائية متوفرة ولم يقع تقييحا في خصوص ترشح رئيس الجمهورية، وأن شروط الترشح قد جاء بها الدستور 2022 الأخير، وبالتالي جميع الشروط والنصوص القانونية واضحة. ممتاز. وهنا أريد أن أسأل، ألا يجب على الرئيس أن يأخذ مصادقة من البرلمان وفقا للدستور؟ يعني الدستور يتحدث ويقول يعني بما يتعلق بموضوع حالة الطوارئ تحديدا، التمديد في حالة الطوارئ المؤرخ عام 1978 مخالف للفصل 49 من دستور عام 2014، وأيضا الفصل 55 من دستور 2022. ينص كل ذلك على أن على الرئيس أخذ مصادقة من البرلمان قبل أن يصدر هذا القانون. هل حصل على هذه المصادقة من البرلمان التونسي؟ والله جبهة الخلاص التي تتكلم اليوم وتنادي، لا أنا أتكلم من الدستور الموقف. هذا من الدستور، هذا ليس لا علاقة للجبهة في الموضوع. لمدة 10 سنوات ولو رأت يعني عدم دستورية هذا النص، أمر هو من تقريبا 26 جار في 1978 أمر عدد 50، كان عليها أن تلغي هذا الأمر إذا كانت فعلا تدافع عن الحريات، وتدافع هي معناها مسؤوليتها مع الحريات ومسؤوليتها. كانت تحكم لمدة 10 سنوات حركة الإخوان ومن معها، وكان عليها وكان لها الفرصة السانحة أن تلغي هذا الأمر. ومن لم يلغي هذا الأمر وهو في السلطة لا يمكن أن ينقد اليوم من يستعمل هذا ولكن الأمر. ولكن هل أخذ هذا القرار أو إصدار هذا القرار بطريقة أحادية دستوري وقانوني بعيدا عن البرلمان؟ الأمر أمر عدد 50 لسنة 78، نعم ينص على أن رئيس الجمهورية يتخذ هذا الأمر. ولما ماذا عن الفصل 55 من دستور 2022 الدستور الحالي؟ ألم يعدل الدستور؟ نعم وقع تعديله، ولكن جريان العمل أن رئيس الجمهورية يتخذ هذا القرار، اتخذه يوم 29 ديسمبر الفارط لمدة شهر، واليوم وقع التمديد. اليوم قرار هو لا يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بل يتعلق بالتمديد فيها. طيب هذا التمديد ما دوافعه برأيك؟ يعني الدوافع في ظل وجود عندنا انتخابات مهمة في تونس ستحصل، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على المجتمع التونسي، على حريات الرأي في تونس، على كثير من الأمور التي أصبحت محدودة في تونس، التي هي بلاد معروفة في كل المنطقة أنها بلاد ديمقراطية، يتمتع كل التونسيون بالحق في حرية التعبير وغير ذلك من الأمور، والصحافة التونسية وغير ذلك، الجميع متأثر. صحيح أن الأمر في عدد 50 لسنة 78 ينص على صلاحيات محددة وصلاحيات ربما خطيرة لوزير الداخلية ولرئيس الجمهورية، يمكن التخلي أثناء فترة على حال الطوارئ من قبيل إقامة جبرية، من قبيل غلق بعض المقرات. ولكنني كحقوقي أدعو رئيس الجمهورية أن يوفر المناخ اللازم في هذه السنة الاستثنائية، سنة الانتخابات، سواء المجلس المحلي، سواء الانتخابات الجهوية، سواء الانتخابات الرئاسية، وأن لا نفرط في المكاسب التي حققها والتي دفعنا من أجلها الشهداء ودفعنا من أجلها الدم، بأن تكون تونس ديمقراطية، وديمقراطية فعلا وكشخصيا، ضد بأي ممارسة في التضييق على الحريات على أي كان. والممارسة والواقع خلال الأشهر القادمة هو الذي سيثبت ذلك، وليس النوايا والنصوص القانونية. من تونس كنت معنا عبر الهاتف جمال مارس الحقوقي والمحلل السياسي، شكرا لك ولوقتك سيدي.